صدق مجلس الحكومة يوم أمس على مشروع قانون يقضي بأحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الانترنت من الرباط سيد محمد الشرقي المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بك سيد الشرقي. أهلا وسهلا سيدي. إذن سيدي، كيف سيدعم صندوق محمد السادس للاستثمار مخططات الإنعاش الاقتصادي بالمغرب، خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية التي كانت لها انعكاسات وخيمة على الاقتصاد المغربي شأنه وشأن باقي دول العالم؟ طبعا هذا الصندوق هو أولا صندوق سيادي، وهو في نفس الوقت صندوق استراتيجي، وقد ورد الحديث عنه والإعلان عنه في خطاب جلالة الملك في خطاب العرش. وبالتالي هذا الصندوق هو آلية من أهم الآليات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وتحويل إن شئنا يعني تداعيات يعني كوفيد وتداعيات الأزمة الاقتصادية إلى فرص يعني يتيحها عالم ما بعد كوفيد. لذلك يعني الصندوق اليوم حصل على تمويلات من الميزانية العامة للدولة في 2021 بقيمة 15 مليار درهم، لكن الصندوق سيتولى تعبئة يعني أكثر من 45 مليار درهم، يعني 30 مليار درهم هذه ستكون تمويلات في إطار شراكة مع القطاع الخاص الوطني وأيضا مع مستثمرين خارجيين ومع مؤسسات يعني دولية وأجنبية. فبالتالي يعني الصندوق كما قلنا هو صندوق يعني مفتوح أمام كل الاستثمارات وعلى امتداد تراب المملكة المغربية، بمعنى آخر أن الصندوق سيواكب كل المشاريع الكبرى وسيكون يعني هو آلية من آليات توجيه الاستثمار حتى تكون يعني أكثر نجاعة بالنسبة للفوائد. طيب سيد شرقي، بخصوص هذا الموضوع، يعني الصندوق كما قلتم بغلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم، هل يمكن أن تحدثونا أكثر عن تفاصيل تمويل هذا الصندوق؟ نعم، هذا الصندوق كما قلنا يعني تمويلاته الآن هو 15 مليار درهم. هذا التمويل جاء من الميزانية العامة للدولة الواردة في القانون المالي ديال 2021، لكن الصندوق سيحصل على 30 مليار درهم، يعني أكثر من 3 مليار الأورو، عبر تعبئة آليات أخرى في إطار كما قلنا شراكة بين القطاع العام والخاص، بمعنى آخر أنه هناك شركات عمومية يمكن للصندوق أن يدخل فيها في إطار شراكة لإطلاق مشاريع استثمارية يعني أكبر، أو أن يدخل الصندوق عبر شراكات دولية وأجنبية، قطاع خاص أجنبي أو استثمارات مهيكلة أو استثمارات ذات بعد استراتيجي، يمكن للصندوق أن يدخل في هذه النوع من الاستثمارات. ولكن طيب، الصندوق على المستوى الداخلي بإمكانه يعني أن يخلق صناديق يعني ذات يعني أهداف قطاعية، أو أيضا صناديق ذات أهداف يعني موضوعاتية وتكون موجهة الى يعني مقاولات صغرى، مقاولات متوسطه، وايضا الى يعني مشاريع قد تطرحها يمكن المرحله، مثل مثلا الاستثمار في تصنيع اللقاحات مثلا، هذا من المشاريع التي ممكن يعني الصندوق ان يدخل في استثمارات في معها. بالتالي يعني كما قلنا هذا الصندوق هو له بعد استراتيجي، ولكن اساسا له بعد يعني تطوير ما يسمى الاستثمار، لان حتى الان تلقاو في المغرب عندنا استثمارات كثيره من ناحيه العدد والارقام، لكن العائد ديالها على الاقتصاد ضعيف، وحتى العائد ديالها المجالي على المستوى الجهه ضعيف، وايضا العائد الاجتماعي ديالها ايضا نلاحظ انه ضعيف. فبالتالي جاء هذا الصندوق ليغير الاليه، ليغير التفكير ديال ما هو الاستثمار واين نوجه الاستثمار وكيف يعني يكون تطوير يعني هذه المشاريع. طيب سي شرقي، ما هي القطاعات التي تتطلب تمويلا ومواكبه مستعجله لصندوق محمد السادس للاستثمار من اجل استعاده عافيتها الاقتصاديه، وهل هناك قطاعات ذات اولويه في هذا السياق؟ نعم، يعني من الاولويات القطاع يعني الصناعي طبعا، لانه اليوم نحن امام يعني تحولات يعني عالميه وجيوسياسيه، وبالتالي المغرب يمكن ان يستفيد من هذا العالم الجديد، وبالتالي يعني هناك التوجه ان يكون الجانب الصناعي او القطاعات الصناعيه اللي لنا فيها مجالات مختلفه تكون الصناعه من الاولويات. طبعا القطاع الاستراتيجي الكبير والقطاع الزراعي وقطاع الفلاحه، وحنا نعرفوا
في لحاح الانتاج الغذائي. يعني هذه كتحديات على المستوى يعني المستقبلي، هي مستقبل المغرب وهي مستقبل العالم. طبعا القطاع السياحه، لان السياحه هي الخاسر الاكبر من تداعيات كوفيد، وبالتالي القطاع السياحي يحتاج الى من ينقذه في هذه الفتره، وبذلك الصندوق سيكون يعني من المنقذين للقطاع السياحي. طبعا القطاعات الاخرى التي يراهن عليها الاستثمار المغربي وهي ما يسمى قطاع الابتكار او الانوفيشن، وهذه المجالات التي تشمل التكنولوجيا، تشمل الذكاء الاصطناعي، تستمل يعني البحوث العلميه في المجالات المختلفه. فبالتالي الصندوق محمد السادس الاستثمار قد يكون يعني من المحفزين لهذا النوع من الاستثمارات. طبعا يعني لما ظهرت الحاجه الى الاستثمار الصندوق يتدخل. نعم سيدي، كيف سيتم توزيع هذا التمويل الذي يوفره الصندوق على المستوى الوطني؟ هل سيتم تقسيم موارده الماليه حسب الجهات حتى يتم توزيع اكثر عداله؟ لا، هو العدالة، هو العائد على الاستثمار على مستوى يعني مكونات الشعب المغربي كله، يعني هذا كبعد استراتيجي. ولكن إذا دعت الضرورة يعني كل جهة، ليس لأنه يعني الجهة بالمفهوم الجهة، ولكن على حسب طبيعة الاستثمار. ربما يعني قد يكون الاستثمار في طنجة مثلا إذا تعلق الأمر بالصناعة، وقد يكون الاستثمار في مراكش إذا تعلق الأمر بالسياحة، وقد يكون في أكادير أو في الداخلة إذا تعلق الأمر بالصيد البحري. نعم. وفي الداخلة مثلا عندما يتعلق الامر بميناء الداخل. نعم. الاطلنطي، وفي منطقه الشرق عندما يتعلق بالطاقات المتجدده. وفعليا سيدي كيف. نعم. يمكن الاستفاده من هذا التمويل الذي يتيحه صندوق محمد السادس للاستثمار؟ هل هناك شروط يعني معينه؟ لا، ليس هناك كشروط، ولكن يعني الهدف الاستراتيجي هو تحفيز الاقتصاد الوطني، هو زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، هي خلق مزيد من فرص الشغل للشباب والشابات، وهي أيضا ارتقاء المغرب من حيث التصنيف الدولي، وبالتالي الدخول إلى مصاف الدول الصاعدة، والاستفادة كما قلنا من عالم ما بعد كورونا، وما تتيح التحولات الجيو استراتيجية، وما تتيح يعني إعادة التوطين الامدادات الصناعيه على مستوى العالم. فبالتالي المغرب يريد ان يخطو خطوه اخرى في طريق تحديد اقتصاده وعصرنته، وصندوق محمد السادس للاستثمار هو احد هذه الاولويات، واحد اهداف الاولويات هي ان تكون طريقه التدبير طريقه جديده، لان ربما هذا هو الميساج او هذه الرساله التي سيتم يعني ارسالها، وهو انه هناك طريقه جديده للتدبير يكون عائدها على المواطنين اكبر، وتكون عائدتها على الجهات يعني المجالات اكبر، ويكون يعني عائدها على الاقتصاد اكبر. لان اليوم نحن غادي نديروا اكبر استثمار في تاريخ المغرب هو 230 مليار درهم استثمار في 2040. تتحدثون سيد شرقي عن تأسيس لآليات جديدة وهيئات جديدة للتدبير لهذا الصندوق، يفترض فيها أن تكون نموذجا من حيث الحكمة والنجاعة أيضا. كيف يمكن ضمان هذه المعايير لتدبير شفاف لهذا الصندوق بعجالة؟ بعجالة هو أن أول الصندوق سيتم الإقرار في البرلمان في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، يعني بموازاة مع إقرار مشروع القانون المالي، ثم سيكون يعني إنشاء يعني الهيئة التي ستدور لتدبير هذه المؤسسة. ستكون طبعا هيئة يعني من الناس ذوي الكفاءة العالية جدا، وبالتالي ستكون يعني هذه المؤسسة اللي هي صندوق محمد السادس الاستثمار يعني كمرجعية في الحكمة وفي التدبير، وستكون هي الطريقة التي ساعنها سيتم يعني نقول كوبي كولي او يعني استنساخ التجارب الجديده، لانه نريد ان يكون هناك تدبير جديد للاستثمارات في المغرب حتى يكون العائد يعني على المواطنين وعلى الاقتصاد وعلى الاجيال. نشكركم جزيلا، كنتم معنا ضيفا السيد محمد الشرقي المحلل الاقتصادي من مدينه الرباط، نشكركم جزيلا على حضوركم معنا وعلى هذه التوضيحات.